للحديث عن هذه الحملة. ويانا عبر الهاتف سعادة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر. مساك الله بالنور والسرور سعادتك. مرحبا مرحبا، الله يمسيكم بالخير وبالرضا وبالسعادة. مسيك بالنور والسرور. مساك النور، مرحبا، الله يحييكم. سعادتك، دائما دولة الإمارات سباقة في الحملات الإنسانية، واليوم حملة تراحم من أجل غزة انطلقت من أبوظبي وشهدت إقبالا كبيرا ما شاء الله مثل اللي شفناه. حدثنا أكبر عن هذه الحملة ونجاحاتها، ويعني الناس ييتم عندهم هني. بسم الله الرحمن الرحيم. من إحدى مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء، انطلقت هذه المبادرة في تاريخ 15/10 يوم الأحد الأسبوع الماضي لدعم أبنائنا وأشقائنا وأخواتنا في غزة. فالحمد لله رب العالمين، لاقت هذه الحملة إقبال شديد من المجتمع الإماراتي المعطاء. ساهمت في هذه الحملة جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية المحسنين على مختلف مستوياتهم، مختلف جنسياتهم، منهم المواطن ومنهم الوافد. أيضا كانت تحت أو مساندة من وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا كان هناك خلينا نقول تكاتف وتعاون وحضور مكثف من أخواننا وأخواتنا وأبنائنا المتطوعين على مستوى الدولة حضورا. أيضا كانت الجنسيات اللي دخلت في هذا التطوع وفي هذه المساعدة كانت من مختلف الجنسيات، منهم العربي والأجنبي، إضافة على المواطن. يعني حضرنا وشفنا الكل يبغي يساهم، الكل يبغي يعطي، الكل يبغي يقدم. من لا يجد درهم ليقدمه أو قطعة يقدمها، أتى بنفسه ليقدم مجهوده ووقته وعطاءه، الصغير منهم والكبير تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر. وكلنا عارفين هيئة الهلال الأحمر ما هي اللي بذرها المؤسس غفر الله له، وسار على خطى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة، سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء حكم دبي، حكام الإمارات جميعا، سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الذي لا يتوانى عن دعم الهلال ومتابعته في أحلك الظروف وفي جميع الأوقات على مستوى نشاطها داخليا وخارجيا. نعم، سعادتك أعداد كبيرة لبت النداء وشاركت في هذه الحملة، وهي إن شاء الله مستمرة. يعني في نهاية الأسبوع ستكون دبي وأبوظبي والشارقة أيضا، يعني ما هي الخطوات القادمة وإلى متى ستستمر هذه الحملة؟ هذه الحملة مستمرة عدة أسابيع إن شاء الله. بالفعل يوم السبت ستكون الحملة في دبي، وستكون يوم الأحد بالشارقة وفي أبوظبي أيضا، لأن أحسسنا بحاجة الناس للتبرع، للحضور، للمساهمة. للعلم كان هدفنا في بداية الحملة أن نستقطب 1000 متطوع، وحضر أكثر من 3500 متطوع للمساهمة في هذه الحملة. سعادتك، ممكن نخبرهم عن الأماكن اللي بيكون متواجدين فيها في هذه الحملة التطوعية، إن كان مواقعهم في أبوظبي أو في دبي أو في الشارجة؟ يعني كثير من الناس حابين أن يدخلون من هذا الباب ويسجلون، أما اكتفيتوا بالأعداد اللي موجودة؟ نحن طبعا دائما طمعين في المزيد. نحن أول ناس طال عمرك موجودين. نعم، نحن طمعين في المساعدة، طمعين في حضور الناس اللي يعيشوا جو العطاء، جو التكاتف، جو الألفة. فهذه سمة من سمات الإمارات التي قد تغيب في كثير من الدول. إن شاء الله في أبوظبي سيكون في مركز إدارة المعارض، في دبي سيكون في قاعة الرمال، في الشارقة سيتم تحديد الموقع لاحقا، ولا يخفى إن شاء الله سيعلم به الجميع من خلال
وسائل التواصل الاجتماعي. جهودكم جبارة، شكرا ما قصرت ساعاتك على هذه المداخلة عبر الهاتف، وإن شاء الله أن الكل يكون على إيد واحدة بإذن الله في هذه المبادرة. إن شاء الله إن شاء الله. نشكر لكم حضوركم، نشكر لكم دعمكم. نحن دائما الإعلام والإعلاميين نعتبرهم الذراع القوي بالنسبة لنا لنشر نشاط الهلال ونشر من خلالهم تصل مساعداتنا وتصل أنشطتنا وتصل برامجنا للمجتمع المحلي والخارجي. أكيد هذا واجبنا، هذا واجبنا سعادتك. نعم سعادتك، جزاكم الله خير، من اللقاء إن شاء الله في المستقبل يا مرحبا.